نيجي بقى لل يعني وزارة الرياضة السعودية بتعلن حل مجلس إدارة نادي الصفا. ليه بقى تم حل مجلس إدارته؟ بسبب ترضية عبارات طائفية طائفية في السعودية. يعني الراجل بينشد عادي كده نشيد عادي والناس قامت وكملت، فطبعا بيقولوا انه لما تم من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة بالمملكة وحرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى. يعني دول مش هيشوفوا لهم نادي في حياتهم خالص في السعودية، وأحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم. شوفوا انتوا بقى ما يلزم ده هيحصل فيهم إيه. خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو ونشوف إيه اللي حصل، ونخلي بالنا الناس دول لما قالوا ده حصل فيهم ايه. ايه نشوف سوا. على البدر التمام صلى الله عليه وسلم. فبينما هي واقفه لم تحس بألم ولا وجع حتى انشق البيت الحرام وتصافحت الانوار ووضعت بالامام افضل الصلاه والسلام عليه. مفيش الكلام ده، ممنوع ممنوع، لان جنبك مش عربي، جنبك حد تاني ممكن يكون قاعد هناك، ممنوع. مفيش بقى لا ساجدين فريق الساجدين ولا فريق مش عارف ايه، والبتاع كله اتحل. انما احنا هنا مثلا الخيبه بتاعه المنتخب بتاعنا مشينا بس الراجل، لكن البرتيتا كلها لسه قاعده. حزم حزم، عايز ينفذ حاجه ما عندوش سوري، ما عندوش معلش المره دي. طب ده دين، الدين اللي انتوا مليتوا الدنيا بيه وبتتكلموا وبهدلتوا مصر بسببها. لا، قوانين المملكه تنفذ، كلام الكبير يصير، واحنا بقى يعني نشرب من البحر.